My name is Grace. أنا اسمي Grace. I am your English teacher. أنا معلمة اللغة الإنجليزية. What is your name? My name is Grace. أنا اسمي Grace. أنت أو أنت شو اسمك؟ ما هو اسمك أو اسمك؟ What is your name? حطوا أصدقائي اسمكم محل اسمي. بتقولوا My name is سيمو. My name is جاد. My name is فريدة. حطوا اسمكم محل اسمي. What is your name? My name is Grace. Very good. أصدقائي إذا بتتذكروا نحن أخذنا أيام الأسبوع Days of the Week أخذناهم باللغة الإنجليزية. خلينا نعمل مراجعة عليهم تتصيروا تعرفون كتير منيح. عنا أول نهار Monday. الاثنين Monday. Tuesday. الثلاثاء Tuesday. Wednesday. الأربعاء Wednesday. Thursday. الخميس Thursday. Friday. الجمعة Friday. Saturday. السبت Saturday. وآخر يوم Sunday. الأحد Sunday. قولون معي Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. سبع أيام Seven days. Very good. تمرنوا عليهم منيح وهلأ رح نسمع لأغنية أيام الأسبوع هيك بتصيروا تعرفون أكتر. Let's listen to the Days of the Week song وأنا برجع لكم. Of the week, the days of the week, the days of the week are seven. The days of the week, the days of the week, the days of the week are seven. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. The days of the week, the days of the week, the days of the week are seven. The days of the week, the days of the week, the days of the week are seven. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. أصدقائي رح نعمل مراجعة revision. رح نعمل مراجعة لخمس كلمات five words. one, two, three, four, five words أخذناهم من قبل. أول كلمة هي do. إذا بتتذكروا أصدقائي do نستخدمها بالجملة تنعمل سؤال هل do you love me؟ هل تحبني؟ هل do؟ تاني كلمة هي look at انظر إلى look at انظر إلى look at the wall انظر إلى الحيط look at انظر إلى تالت كلمة you صرنا كلنا نعرفها you يعني أنت أو أنت I love you أنا أحبك أو أحبك أنت you أنت أنت كلمة وراها like يعني أحب I like school أنا أحب المدرسة I like school like يعني أحب I like أنا أحب you like أنت أو أنت تحبين أو تحب وآخر كلمة هي what يعني ماذا أو ما what is your name ما هو اسمك أو اسمك؟ ماذا؟ What؟ هالكلمات أخذناهم من قبل بديكم تحفظون منيح وبدنا نجرب نحطهم محل الفراغ
بالجمل التالي. خلينا نبلش بأول جملة. أول جملة the dog. عنا the dog الكلب. بدنا نحط انظر إلى الكلب. انظر إلى الكلب. شو يعني انظر إلى أصدقائي؟ What? No. Do? كمان لا. Look at. Very good. Look at يعني انظر إلى. رح اكتبها بلون تاني. Look at the dog. انظر إلى الكلب. وأنا هون تذكروا أصدقائي استخدمت the عم حدد وعم عرف the dog. انظر إلى الكلب. Look at the dog. Very good. خلينا ننتقل للجملة البعدة. You have a fish. You يعني أنت أو أنت. Have يعني تملك. A fish سمكة. هل تملك سمكة؟ أي كلمة أخذناها أصدقائي من قبل تعني هل؟ نستخدمها بالسؤال. Look at. Look at يعني انظر إلى. استخدمناها. You أنت؟ لا. Like. What. ماذا. Do. Very good. Do يعني هل. نستخدمها لنعمل سؤال. إذا حطينا هون do بتصير سؤال. Do you have a fish؟ هل تملك سمكة؟ Do you have a fish؟ هل تملك سمكة؟ ننتقل للجملة اللي بعدها. Go to school. أذهب إلى المدرسة. إذا قلت I كن عم أقول I go to school. أنا أذهب إلى المدرسة. خلينا نجرب تنشوف أي كلمة من الكلمات ممكن تزبط هون. في عندي منبلش بأول وحدة what. تزبط what؟ ماذا؟ ماذا أذهب إلى المدرسة؟ ما بتزبط. تزبط you؟ أنت؟ إذا حطيت أصدقائي you بأول الجملة بتصير you go to school. أنت تذهب إلى المدرسة. تزبط؟ أكيد بتزبط. Very good. فإذا لحط هون you صار عندي you go to school. Go يعني تذهب. You go أنت أو أنت تذهب أو تذهبين. To school إلى المدرسة. You go to school. أنت تذهب إلى المدرسة. بدنا نشيل you بيبقى عنا اثنين. عنا what ماذا وعنا like مثل I like أنا أحب. What like ماذا وأحب مثل I like أنا أحب. خلينا نشوف آخر جملة. عنا we the garden. Garden يعني حديقة أخذناها بالحلقات السابقة. Garden يعني حديقة. We يعني نحن. نحن. We the garden. في يقول أصدقائي We what the garden؟ نحن ماذا الحديقة؟ ما بتزبط. ما بتعطي معنى. أما إذا حطيت like بيصير عندي We like the garden. نحن نحب الحديقة. نحن نحب الحديقة. بتزبط. Very good. خليني أحط محل لايك. بيصير عندي We like the garden. نحن نحب الحديقة. بهالطريقة استخدمنا الكلمات يلي درسناهم من قبل وكملنا الجمل التالية. خلينا نعمل مراجعة سريعة. منبلش look at. شو يعني look at؟ انظر إلى. Look at the dog. انظر إلى الكلب. حددنا الكلب the dog. تاني جملة
Do you have a fish? هل تملك سمكة؟ هل Do you have a fish? هل تملك سمكة؟ You go to school. أنت تذهب إلى المدرسة. أنت you أو أنت you. You go to school. أنت تذهب إلى المدرسة. وآخر جملة we نحن like the garden. Like يعني إذا بتتذكروا كنا دائما نحطها بقلب. يعني أحب أو نحن نحب. We like the garden. نحن نحب الحديقة. ما تنسون look at انظر إلى do هل you أنت أو أنت ولike يعني we like نحن نحب. كمان أخذنا the يلي بتحدد وبتعرف وأخذنا عنا you أخذناها عنا a تتذكروا a هون بنستخدمها لما ما نحدد ولا نعرف أي fish سمكة حددت أي سمكة؟ أبداً ما حددت أي fish. واخدنا تو كمان تو مين بتذكر شو يعني تو؟ تو يعني إلى to school إلى المدرسة وgo you go أنت تذهب وبالآخر عنا garden ما تنسوا garden يعني حديقة وschool يعني مدرسة fish يعني سمكة ودوغ يعني كلب. تمرنوا عليهم منيح أصدقائي وخليكن معي لأنه بعد شوي رح نألف جمل مع بعض. شوفكن بالفقرة التالية. شو رأيكن أصدقائي نألف جمل مع بعض؟ نألف جمل يعني sentences بالإنجليش sentences. تعو لنشوف سوا شو عنا على اللوح. عنا باب. شو يعني باب بالإنجليش؟ يعني دور. تتذكروا دور؟ دور يعني باب. عيدوا من ورايي دور دور باب. رح اكتب دور. وهون عندي كرسي. شو يعني كرسي؟ تشير تشير. حط تشير. وعندي طاولة. شو يعني طاولة بالإنجليش؟ تيبل تيبل. وبالآخر عندي شباك. شو يعني شباك؟ ويندو. عيدوا من وراي ويندو ويندو يعني شباك. ويندو يعني شباك. تيبل يعني طاولة. شير كرسي. دور باب. رح نستخدم الأربع كلمات four words one two three four لنعمل أربع جمل four sentences. وكمان رح نستخدم بالفقرة اللي قبل أخذنا look at. رجعوا ذكروني أصدقائي شو يعني look at؟ يعني انظر إلى. excellent very good. look at انظر إلى. ومن قبل إذا بتتذكروا أخذنا look for. تشبه كتير بس بيتغير المعنى. look for يعني ابحث عن مش انظر إلى. look at انظر إلى. look for ابحث عن ابحث عن. بدنا نستخدم هول الكلمتين تنعمل جمل. إذا منبلش بأول جملة عنا دور بدنا نقول انظر إلى الباب. انظر إلى الباب. شو بستخدم؟ look for أو look at؟ أي وحدة من الكلمتين look at أو look for تعني انظر إلى؟ look at. very good. look at the door. انظر إلى الباب. خلينا نكتبها سوا. look at the door. انظر إلى الباب. the door الباب. عم حدد استخدمت the تحدد وعرف.
look at the door. انظر إلى الباب. هلأ شو رأيكم نعمل جملة بتشبهها؟ بس محل باب بدنا نحط chair، كرسي. انظر إلى الكرسي. انظر إلى الكرسي. نستخدم look for أو look at. أي واحدة من الكلمتين تعني انظر إلى؟ look at. very good. مثل أول جملة بنحط look at the chair. انظر إلى الكرسي. look at the chair. انظر إلى الكرسي. هون كمان حددنا وعرفنا، استخدمت the اللي بتحدد وبتعرف. هلأ بدنا نستخدم look for. بدنا نستخدم look for. شو يعني look for؟ انظر إلى؟ لا، انتبهوا أصدقائي، look for يعني ابحث عن. ابحث عن. عندي table، طاولة. بدي أقول أنا ابحث عن الطاولة. ابحث عن الطاولة. شو بقول بالإنجليش؟ look for the table. خليني اكتبها نرجع نقريها سوا. look for the table. look for the table. محل chair، محل كرسي، حطيت table، طاولة. محل look at، انظر إلى، حطيت look for، يعني ابحث عن. look for the table، ابحث عن الطاولة. إذا نحن مضيعين التيبل ما عم نلاقيها، شو بقول؟ ابحث عن الطاولة، look for the table. وآخر جملة عنا window. شو يعني window؟ يعني شباك. ابحث عن الشباك، look for the window. إذا بدي أقول ابحث عن الشباك شو بستخدم؟ look for أو look at. ابحث عن، مش انظر إلى، ابحث عن. استخدم look for. خلينا نعمل جملة. منبلش ب look for، ابحث عن. the الشباك. look for the window. ابحث عن الشباك. look for ابحث عن. look at انظر إلى. ما تنسوا أصدقائي، ما تضيعوا بين الكلمتين. أول كلمة look، وتيكون في حدة at بتصير look at، معناتها انظر إلى. وإذا في حدة for مثل look for، معناتها ابحث عن. ابحث عن. look at انظر إلى، look for ابحث عن. ومنحطهم بجملة بيصير عنا look at the door مثلا، انظر إلى الباب. look at the chair، انظر إلى الكرسي. look for the table يعني ابحث عن الطاولة. look for the window ابحث عن الشباك. look at look for. ما تضيعوا بيناتهم. وما تنسوا door باب، door باب، chair كرسي، chair كرسي، table طاولة، table طاولة، window شباك، window شباك. تمرنوا عليهم منيح وجربوا انتو اصدقائي لحالكم تألفوا جمل. صرنا بنعرف نحن كتير كلمات فيكن تحطوهم بجملة صغيرة ومفيدة. دربوا منيح وما تنسوا اخذنا كمان اليوم ايام الاسبوع. خلينا نقولهم مرة مع بعض. Monday الاثنين، Monday. Tuesday الثلاثاء، Tuesday. Wednesday الأربعاء،
Wednesday, Thursday, الخميس, Thursday, Friday, الجمعة, Friday, Saturday, السبت, Saturday, Sunday, الأحد, Sunday. قولوا معي, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Very good. تمرنوا عليهم منيح, وأنا هلأ رح أترككم تسمعوا لأغنية الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية. Let's listen to the alphabet song. بشوفكم بالحلقة المقبلة. Bye.